بعد يمكن توقف، مش توقف، يعني 3 انعقادات قبل كده كانت افتراضية، 2020 و21 و22، ثم احنا في مصر هنا بنستضيفه في شرم الشيخ، واحنا حرصنا على ان احنا يعني نعد شرم الشيخ بشكل يليق بهذا المؤتمر اللي بنتمنى التوفيق فيه. والحقيقة انا يعني هرد او هعلق من خلال 3 نقاط. يعني النقطة الاولانية هو تقديرنا للبنك والدور الكبير اللي قام بيه خلال 8 سنوات، والمستوى اللي وصل له في فترة زمنية ما تعتبرش كبيرة، عشان يبقى من تقريبا تاني بنك متعدد الاطراف على مستوى العالم بقدرة او بمحفظة تصل ل100 مليار دولار، وطبعا وتصنيف من وكالات من فيتش على سبيل المثال، ان البنك بياخد تريبل اي مع نظرة مستقرة مستقبلية. وايضا قيمة التمويل اللي قدمه خلال السنوات اللي فاتت، اللي زي ما ذكر في البرزنتيشن اكتر من 44 مليار دولار ل 35 دولة ل 232 مشروع، ده امر رائع وعظيم. ولكن يعني اسمحوا لي ان انا بسجل هنا ان هذا الامر محتاج لمزيد مزيد مزيد من التمويل منخفض التكلفة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية اللي مرت على العالم خلال كوفيد-19 سنتين، وايضا الازمة او تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية. يعني عايز اقول ان في الظروف الاقتصادية الصعبة ديت اللي بتمر بالعالم كله، يمكن تكون مؤسسة التمويل متعددة الاطراف يعني محتاجة تضخ المزيد من التمويل منخفض التكلفة حتى تساعد الدول اللي هي الاقتصادات الناشئة وحتى الضعيفة في ظل التحديات اللي احنا بنتكلم عليها. بالنسبة طبعا لتعاون البنك مع مصر، انا بسجل برضو تقديري ليه هنا، احنا بنتكلم في محفظة استثمارية تصل ل1.3 مليار دولار، والحقيقة بنتطلع للمزيد. دي النقطة الاولانية، وانا مش عايز اضيف اكتر من اللي اتقال عشان يعني ما قلتش عليكم اكتر من كده. لكن النقطة التانية اللي انا عايز اتكلم فيها، اتقال نقاش مهم قوي عن البنية الاساسية ودور القطاع الخاص فيها، وانا هتكلم عن تجربتنا في مصر كاحد يعني لاثراء الحوار والنقاش وتجربتنا اللي احنا مشينا فيها. كان لدينا بكل صدق، كان لدينا فجوة هائلة في البنية الأساسية في مصر، وكان لدينا مسارين، مسار ان الدولة تبقى لها خطة استثمارية طموحة قوية